طب هو بمناسبة القدوة، هو كان فترة من الفترات كان بطل فرقة الرحيم، ورغم كده هو ما كان بيتقال ان هو لما بيدخل مكتب استاذ نجيب الريحاني كانش بيرضى يقعد على مكتبه دي قصة برضو. دي او على هو كرسيه. كان باعتباره مثلا بطل فرقة الريحاني في الوقت ده، كان واخد الغرفة بتاعت الأستاذ نجيب الريحاني، كانت غرفة أنا رحتها يعني، معمولة بالسجاد الأحمر، الموكيت الأحمر كده، وهي أطقم نبيتي كده في أحمر كده، فيها وقار جامد كده. الكرسي بتاعه قعد حوالي 3 شهور مش قادر أوضع الكرسي بتاعه، خايف خايف يوضع كرسي. لا لا، حبيبي. الأستاذ الكبير، فما يعني فكان جايب له كرسي صغير كده جنبيه، ما كانش بيرضى يقعد فيه في الاول يعني، احتراما وهبه وهبة لنجيب الريحاني لنجيب طبعا. لغاية ما ابتدى يتعود ابتدى. انت حاسس ان فيلم بشرة خير كان هو يقدر، مش بشرة خير، سوري، فيلم سلامة في خير، كان هو يقدر يعمله زي حضرتك استاذ لو نجيب ركزتي الريحاني؟ في الفيلم ده، دي حقيقة. انا دلوقتي انا شايف ان هو حسن عبد الله لو عمل الدور اللي عمله الاستاذ نجيب الريحاني مش هيقل ابدا عن عظمه نجيب الريحاني في كأداء يعني. فأنا شايف إن الكاركتر بتاع حسن عبدين راكب في الشخصية دي، حتى الملامح الشكلية لو حضرتك دققتي فيها هتلاقي في ملامح قريبة. جدا. طب أنا دايما مستوقفني الشخصية اللي أنا بعتبرها جادة، يعني هو مش الشخص العادي، هو شخص فترة إنه وافق على إن هو يعمل إعلانات، وواحد من أشهر الإعلانات اللي تمام، اتعملت في الوقت، أنا حضرت أوكي، الإعلان بتاع المياه الغازية المصري، وكان هو أول واحد، أول نجم في التاريخ المصري عمل إعلان، كان هو حسن عبد. مظبوط. الاختيار جه منين وجراءة الموافقة؟ هو مش اختيار ولا حاجة، هو رفض أصلا الموضوع من الأول. هو لما راح للأستاذ طارق نور مخرج إعلانات المشهور، راح للمسرح، كان بيعمل مسرحية في مسرح الريحاني اسمها واحد لقى شقة مع حسن حسني ومحمد ماشي. شوقي الله يرحمهم جميعا يعني. فعرض عليه قال له احنا يعني عايزين حضرتك تعمل حملة إعلانات كذا منتج وبتاع وكده، فقال له لا، إعلانات إيه يا ابني، أنا ما مش أنا بتاع ماليش في إعلانات. الإعلانات. قال له أنت جبني فيلم ماشي، أجيب مسرحية تلفزيون بتاع، إنما إعلان ما. فرفض تمام. فكلمه الأستاذ المهندس عثمان أحمد عثمان وقال له دي منتج وطني. شوف برضو كل حاجة عند حسن عبدين برضو إيه، وطني، وطنية يرتبط وطني. طاغية عن الموضوع هو كده. أول فنان عمل إعلان لمنتج وطني. هو أول فنان عمل إعلان على الإطلاق في الوطن العربي. ده وغير إن هو منتج وطني. فالمهم يعني فعزمه على الغداء تقريبا أو عشاء، وأقنعه قال له يعني ده منتج إنجليزي وإحنا بنحاول ناخد المنتج ده بنصنعه بأيدي مصرية، ودي هتبقى هتدخل عملة صعبة للبلد، وده هتشغل أيدي عاملة، وده موضوع قومي، وده فمن المنطلق ده منطلق وافق ذات حسن حماس. عبد بس هو عبقري طارق نور في اختياراته دايما.